انظرنا أيها الأخوات الآن إلى ما يحدث في فلسطين. هذه الجهود المباركة، هذه الانتصارات المشرفة، هذه التضحيات العظيمة الجسيمة، من وراءها؟ بعد توفيق الله تعالى طبعا، لأن الأمر كله بيد الله. ينتبه لهذه النقطة جيدة، المرء وإن أحسن التربية لكن لا يلتفت إلى ما يعمل أبدا، لأن تصريف القلوب بيد الله تعالى، فلا الأب ولا الأم يملك تصريف قلب ولده. أذكر قصة وقعت في هذا الأمر، قرأتها، أن امرأة كانت تعتني بتربية ولدها وتعليمه، حتى أنه حفظ القرآن كله. وكانت هذه المرأة وهي تحكي القصة بنفسها كانت تعيب على نساء الحي معها أنهن مقصرات في تربية أولادهن وتحفيظهم القرآن وكذا وكذا، وتغلظ عليهم القول. فتقول في يوم من الأيام فوجئت بأن هذا الولد بدأ يتغير في دينه، في أخلاقه، في معاملته لأمه، فأصبح لا يستمع إلى كلامها ولا يمتثل لأمرها، بل انتقل إلى رفع صوته عليها وربما رفع يده عليها والعياذ بالله. فكنت أنصحه ولكن دون جدوى، دون فائدة. وكنت أبكي بالليل من تحول هذا الولد، كان كما يقال حمامة المسجد، وكان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويبر أمه، ثم والعياذ بالله انتقل إلى النقيض، وما استطعت أن أفعل شيئا، ما استطعت، حتى استحييت أن أخرج من البيت لألتقي بالنساء الأخريات، لأني كنت ناعيب عليهن أنهن لم يقمن بحق أولادهن في التربية، وكنت أفتخر عليهن بأن ولدي كذا وأنا فعلت كذا. وتقول ظللت على هذا الحال حتى جاء يوم من الأيام، وهكذا أيضا دون مقدمات، وارتمى هذا الولد في حجري، في حضني، ويقبل رأسي وهو يبكي ويقول سامحوني، سامحيني يا أمي، أنا تبت إلى الله كذا كذا. بعد 6 أشهر من المعاناة وعرفت الرسالة أنها من الله تعالى، حتى أتأدب مرة ثانية وما أقول أنا سويت وأنا فعلت وأن هذا من جهدي وأنا هذا من تربيتي، وإنما الأمر كله ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان يقوم بدوره لكن ما يقول أنا سويت وأنا فعلت. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما يترك الإنسان التربية أيضا، ولكن أيضا إذا فعل أحسن ما يقول أنا فعلت وصنعت، وإنما يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويسأل الله تعالى القبول، ويسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. فأقول بأن كثيرا من التضحيات والانتصارات في غزة، في فلسطين، هو من نتاج الأمهات في تربيتهن وتضحيتهن وفدائهن. وأنتن رأيتن المقابلات في هذا، كيف المرأة فلسطينية، يعني شيء عجب حقيقة. الوحدة تتحمل تلك يعني الرعود من القصف والنيران، وهي امرأة أنثى بطبيعتها لينة ولكن قواها الإيمان،
وكل ما تحدث لها مصيبة تقول الحمد لله الحمد لله، ما دام هذا يرضي الله عز وجل وبتقدير الله نحن راضون لقضاء الله وقدره. وكل ما يأتي من الله تعالى وهو الحبيب إلينا فهو حبيب. يقول هذا في عيون فلسطين، نحن كل شيء يهود. في عيون المسجد الأقصى كل شيء يهود. لن نرضى بالذل أو بالذل والعار، لن نستسلم، لن نخضع لهؤلاء اليهود والصهاينة. هذه أرضنا، هذه بلادنا، هذه مبادئنا، هذا ديننا، هذه التربية. وهذه المفاهيم يغرسنها في الأطفال، أطفال دون العاشرة، حتى 5 سنوات 7 سنوات عندما يتكلم أفضل من خطباء الجمعة، أفضل من هؤلاء الذين يتصدرون التلفزيونات والإذاعات ويلقون الخطابات، فكر ولغة ومعنويات مرتفعة. يعني تذكرن الأيام الأولى، أول ما حدث هذا الطوفان الأقصى، وولد صغير يقول لأخيه، وكل من دون 10 سنوات هذاك يشوفه يبيموت ويقر الشهادة، يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، الله أكبر. من نحن من أولادنا يفهم مثل هذا التصرف، أن واحد لما قرب يموت يقول لا إله إلا الله؟ الكبار ما يسمي. شوف يعني تربية، تربية على حفظ القرآن. عشرات الآلاف من الذكور والإناث، عشرات الآلاف، ما فوق 100,000 حفظت القرآن كامل، فضلا عن غيرهم بمئات الآلاف. يعني يحفظون 10 أجزاء 10 أجزاء 15 جزء 25. ما شاء الله، منتشر مدارس القرآن وتمتلئ المساجد بالحلق. ما قال الأم تقول حال ولد الله حبيبي انت نام، صلاة الفجر تعب عليك، برد، ارتاح، قل له سير المسجد، خلك رجل مع الرجال، سير قرأ القرآن حلقة بعد الفجر، بل قبل الفجر يسير إلى المسجد ويحفظ القرآن وتهتم بوقته. يوم عنده وقت في البيت يحفظ ويتعلم، صحيح يعطى وقتا قليلا للعب والمرح، هذا شيء طبيعي. أنا ما أقول يحرم الولد من هذا، يحتاج إلى راحة وملاعبة ومداعبة، هذه طبيعة بشرية، الإنسان يوازن. لكن ما يترك أكثر وقت للعب ويشترى له هذه الملهيات من الهواتف والبلايستيشن ومعرف كذا.